باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما تصبر يا ولدي، بتجري ليه؟ انت ناسي اني جاي معاك ولا ايه؟ ما نسيتش يا بوي، بس يهمي بينا شوية، عاوزين نسمع الحكاية من أولها. اطمن اطمن يا ولدي، عم حنا ما يبتديش يحكي الا لما يلاقينا كلنا حواليه. انا مش لاقي اسمع كلامه قوي يا بوي، ولو كان بيدي ما كنتش اقوم من جنبه واصل. هم بينا عاد يا بوي، الطريق لسه طويل، كانه عايز بقنا ورا اخر لعم حنا. ادينا وصلنا، سلام محبه يا اخوانا. سلام والنعمه. سلام والنعمه يا ابو دراس. اقعد اقعد يا دراس. واقف ليه؟ عايز اقعد قدام يا بوي، لاجل ما اسمع كلام عم حنا مليح. بكيفك يا ولدي، اقعد. كلنا تجمعنا خلاص يا عم حنا، احكي لنا. عاد هتحكي لنا عن ايه النهارده يا عم حنا؟ بدي اقول كلام كتير، كلام اصيل، مش هقول حكاوي ولا أساطير. قول يا عم حنا وسمعنا. كلامك أصيل وله معنى. أنا يا ولادي مش هقول حكاوي نسمعها قبل ما ننام، ولا أسطورة بدل وغير فيها الزمان. هتحكي عن إيه يا عم حنا؟ هحكي عن سيرة مبروكة لها أصل وشواهد وبدم الإيمان مخطوطة. سيرة يا ولاد هتفضل في القلوب محفوظة، لا هي رواية ولا حدوتة، حكايتنا حقيقية، أحداثها جوة التاريخ مكتوبة. اه ودي سيرة مين اللي هتحكيها دي؟ سيرة قديسة الرب حاميها، وكان ليها من العمر 8 سنين. 8 سنين؟ العمر يا ولاد مش بالكثير ولا القليل، دي عودها كان اخضر بس شالت من الحمل كتير. قالت صليبك يا رب احطه فوق كتافي، والدنيا يا اولاد كانت جسر واعر قوي، قولوا الرب من عليه يعدينا. ولو مشتاقين تعرفوا الاسم، الشهيدة كان اسمها كريستينا. كريستينا كانت في سنك يا بنتي. ولو هنرجع لاصل الحكاية، نلاقيها في القرن الرابع كانت لبداية، عود اخضر اتزرع وسط الاشواك، ابوها كان ملك صاحب جاه وسلطان واملاك، بس قلب البنية كان ابيض، انسانة في صورة ملاك. تعالوا تعالوا نعرف البداية واللي فيها، اما النهاية انسيب السيرة تحكيها. كريستينا كانت بنت الوالي إربانوس، عاشت وحيدة لأنها كانت محرومة من كل شيء عاشوه الأطفال في سنها. لما ماتت أمها، إربانوس أبوها سلمها للمربية سولينة اللي حنت عليها وخدتها في حضنها، لأن أبوها والي المدينة كان مشغول عنها. وابوها إربانوس كان مشغول عنيها بإيه يا عم حنا؟ ما كانش فاضل بنيته، كان فرحان قوي بنفسيه، وكان كل همه إزاي يحافظ على ملكه. خياله المريض صور له إن أتباع المسيح هدفهم الوحيد يوصلوا له وينزلوه من عرشه. عرفتوا يا أولاد الوالي إربانوس كان مشغول عن بنيته بإيه؟ مشغول بأتباع المسيح لأنهم رافضين السجود للآلهة. قصدك المسيحيين؟ أيوة يا بنتي المسيحيين. أنا سمعت عنهم حكايات صعبة أن أصدقها. سمعت إيه؟ بيقول أنهم كفر بالآلهة المقدسة ويرفضوا تنفيذ أوامر الإمبراطور. تفتكر إيه اللي بيخليهم يعملوا كده؟ وأنا إيه اللي هيعرفني؟ بس انا عندي احساس اللي انت تعرفي عنهم كل حاجه. لا ابدا يا بنتي، انا ما اعرفش حاجه خالص. ارجوك يا بنتي خليني في حالي، انا مش حمل الوالي يا حبيبتي.
اقول لك انا هجمع لك شويه ورد من الجنينه من اللي انت بتحبيهم. تلين ممكن اطلب منك طلب؟ اطلبي اللي انت عايزاه. سجن المدينه مش بعيد عن القصر، ممكن توديني هناك؟ لا مستحيل طبعا، جناب الولي مش ممكن يرضى بكده. اطمني، انا والدي كان بيطلب مني كتير اروح معاه، وعشان اشوف ايه اللي ممكن يحصل اللي بيرفضوا سجود الاله، وانا اللي كنت برفض. يا بنتي عشان خاطر ما تخليش الولي يغضب علي. قلتلك اطمني، انا مش ممكن اتسبب لك في اي مشكله. طب وايه لازمه نروحك هناك بس؟ دي رغبه، عشان خاطر يا هيلين، عشان خاطر يا هيلين، عشان خاطر يا هيلين. طيب طيب يا حبيبتي، لولا جناب الوالي امرني ان انا اسمع كلامك ما كنتش رضيت ابدا. قولي لي بقى والمكان فين؟ هيسكت وهيبخر للالهه. مكتوب للرب الهك تسكت وياه وحده. ايه قلت لي سمعت كده؟ رب الهك تسكت وياه وحده وتعبد. انت لسه في اول طريق العذاب، بايدك ترحم نفسك من الالم اللي مستنيك، وانا مش طالب منك انك تسجد للالهه المقدسه وتسيبك من المسيح المصلوب بتاعك دوت وتفول حياتك. حياتي في الملكوت مع المسيح الفلانة. يبقى انت اللي جريت على نفسك. انت هنا حبيبتي؟ انا بشكر الالهه انها بعتتك ليا في الوقت المناسب، علشان يا حبيبتي كنت من زمان عايزك تشوفي ايه مصير الانسان اللي بتغضب عليه الالهه المقدسه بتاعتنا. الراجل ده من اتباع المسيح المصلوب، انكر الهه ابائنا واجدادنا، وعشان كده الالهه غلبت عليه واترمى في السجن زيه زي اي نص او واحد من قطاع الطرق. عشان كده يا حبيبتي انا عايزك تعرفي ان الايمان بالالهه المقدسه هو ده الطريق الوحيد عشان تحيا حياه كريمه. انت بتقولي ايه؟ ما هو مش معقول واحد يتحمل العذاب ده كله ويعرض نفسه للجلد والحرق والموت. إن لو كان مؤمن بحاجة كبيرة يخليه يضحي بحياته عشانها. أرجوكي أرجوكي تفهميني إيه اللي تعرفيه عن المسيحية؟ يا بنتي قلتلك معرفش حاجة خالص، فوقي لنفسك بقى، ارحمي نفسك وارحميني معاكي. أنا مش قادرة أفهم، أنت ليه خايفة كده بالشكل ده؟ خايفة لأني عارفة جناب الوالي كويس، ده لو سمع حاجة من اللي إحنا قلناه هنا معرفش أقولك يعمل إيه. حرام عليكي يا بنتي، ارحمي نفسك وارحميني معاكي، وما تتكلميش في الموضوع ده تاني خالص بقى. هيلين انا اتربيت على ايديكي وعمري ما حسيت انك مجرد مربية لبنت والي المدينة، انا دايما بحس انك امي اللي اتحرمت منها. وانا عشان كده يا بنتي خايفة عليكي، خوف الام على ضمانها، عشان كده لازم تفهميني. يبقى لازم تفهميني. يوه افهمك ايه بس؟ افهمك ايه تاني يا بنتي؟ تفهميني اللي بيخلي الناس دول يتحملوا العذاب ده كله مع انهم ممكن بكلمه واحده يرتاحوا من الالم والتعذيب؟ لانهم يا بنتي لانهم يعني شافوا ان حياتهم بقت رخيصه خالص قدام المجد اللي مستنيهم بعد الموت. مش فاهمه. اوه هفهمك ايه تاني بس؟ هفهمك ايه؟ ما تتخليش عني وانا محتاجالك. يا بنتي هقولك ايه بس؟ بصي يا حبيبتي، في مجموعة كده من العذارة بيروحوا في بيت المعلمة سارة اللي وهبت نفسها لتعليم المسيحية. روحي يا بنتي واسأليها، بتهيألي هي دي اللي هتقدر تجاوبك على كل الأسئلة اللي جواك. يا
انت قلتي ان المسيح اتعذب، طب ليه يقبل يتصلب ويتجلد ويموت؟ كان لازم يموت من اجلنا عشان ينتصر على الموت ويقوم من بين الاموات ونقوم كلنا معاه. انا سمعت ان المسيح كان بيقول من ضربك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا. افهم من كده اني لو صاحبتي ضربتنا على خد الشمال اخليها تضربنا على خد اليمين كمان. الايه معناها ان المسيحيه اساسها المحبه والسلام والتسامح بين كل الناس. بس الدنيا مليانه ناس اشرار. الدنيا مجرد حياه بنعيشها لفتره قصيره، لكن حياتنا في الملكوت هي الحياه الابديه اللي لازم نستعد لها من دلوقتي. يعني ايه الملكوت؟ يعني حياه النعيم، الراحه الكامله، السعاده بمعناها الحقيقي. والالهه المقدسه دي مجرد حجاره بنصنعها على هوانا، لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. حجاره؟ افتح باب السجن. جلالتك عارفه الاوامر، باب السجن ما بتفتحش الا بامر ملكي. ازاي تقول الكلام ده؟ انت مش عارف انا مين؟ انا اسف جلاله الاميره، لكن قلت لك افتح باب السجن. كان لازم اجيلك عشان اسمع منك سؤال لجواب محيرني. انت ايه اللي بيخليك تتحمل العذاب ده كله مع انك تقدر بكلمه واحده ترحم نفسك وتخرج للدنيا وتعيش فيها من غير الم ولا عذاب؟ لو جه عليكي يوم عرفت ان في انسان بيحبك ويعطف عليكي وانه ضحى بنفسه عشانك، تحمل العذاب والالم عشان يرفع عنك شرور الخطيه، هيكون ايه احساسك قدامه؟ تنكريه قدام الناس ولا تحبيه من كل قلبك؟ اللي يعمل كده عشاني لازم احبه. ولو عرفتي انه كان بيدفع ثمن الخطيه هو ما ارتكبهاش، وان كل اللي كان بيدافع عنهم هربوا من حواليه سابوه لوحده يقاسي ويتألم عشان يرفع عليه أسود القضية، تنكريه قدام الناس ولا تحبيه من كل قلبك؟ أحبه، أحبه من كل قلبي. أنا كمان حبيته، صرته قدام عيني وهو بيتألم وهما بيدقوا المسامير بإيديه ورجليه من غير شفقة ولا لحظة، والحرب اللي تعبوا بيها في جنبه وكليل الشوك فوق راسه مصلوب والدم بينزف منه، ومع ذلك بيرفع راسه للسما ويقول اغفر له يا ابتاه، لانهم لا يعرفون ماذا يفعلون. انت اكيد بتتكلم عن يسوع. يسوع اللي قال عنه الكتاب المقدس على اسمه يكون رجاء الامم. يسوع، يسوع المسيح. يسوع المسيح. المعلمة سارة يا إخواني حست إن كريستينا مشتاقة للإيمان، وأيام عدت وراها أيام تفوت، ومن كلام سارة عرفت كريستينا يعني إيه الملكوت، وإن الغنى غنى النفس غنى الروح، ما هواش بالذهب ولا الماس ولا الياقوت، والمسيحي يا يعيش مرفوع الراس يا إما على اسم المسيح يموت ويربح الملكوت. كلام المعلمة سارة زين يفرح القلب الحزين. إزاي أكون مسيحية؟ أمني برب المجد وبابنه اللي اتجسد من أجل خلاصنا. الإيمان جوايا ملوش حدود، دليني على طريق الملكوت. انت بنت ولي المدينة، ولو عرف مش هيسيبك، والعذاب المستنيكي اكبر بكتير من انك تتحمليه. دلينا على طريق الملكوت. انا خايفة عليكي. ربنا هيحميني. يبقى لازم تتعمدي على اسم الثالوث القدوس، لان دي البداية الحقيقية لاي انسانة عاوزة تكون مسيحية. Mm-hmm.
عاشت كريستينا في حيرة تايه بتدور على الطريق، والطريق ليها صبح معروف، بس اللي يمشيه لازم يموت جواه الخوف. صغيرة يا ابوي على اللي بيجرى، وابوها تلقاه ما كانش عيدرى. لكن حياتنا في الملكوت هي الحياة الأبدية. إنك ترحم نفسك من الألم المستنيك، والعذاب المستنيكي أكبر بكتير من إنك تتحمليه. فضل عقلها يودي ويجيب، اتفكر في كلام ابوها عن الاوثان وكلام سارة عن يسوع الحبيب. فكرت كتير في اللي تقالها من كل اللي حواليها، لكن نور المسيح من بالها عمره ما كان عيغيب. يبقى لازم تتعمدي على اسم الثالوث القدوس. ريشك زمان كان لونه اسود ابيض بقيت بالمعمودية. عايزة تقولي انك يا عمي اتولدت من جديد، عرفت معنى السعادة اللي بيحس بيها كل مسيح، عرفت طعم الايمان. انت مش عارفة ايه اللي بينتظرك على ايدين الوالد. انا مش قادرة اتصور ايه اللي ممكن يحصل لما جناب الوالي يعرف ان بنته الوحيدة اللي ما عندوش غيرها امنت بالمسيحية. المسيحية اللي عاش طول عمره يقف قصادها ويحاول ان يهدمها. لا يا بنتي، لا لا يا حبيبتي، انت لسه طفلة بريئة يا بنتي. ابعدي عن الطريق ده يا حبيبتي، ابعدي عنه. صحيح انا طفلة، لكن السيد المسيح بيقول دع الأولاد يأتون إليه ولا تمنعوا، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. أنتي حضن يسوع مشتاق إلينا، يا بختك بحبه يا كريستينا. حضن يسوع مشتاق إلينا، يا بختك بحبه يا كريستينا. دخلت كريستينا معبد الأوثان، وما كانتش أول مرة تشوفهم، يا ما وقفت قدامهم ويا ما بخرت لهم كمان. لكن النوبة دي وبعد ما الروح القدس سكن جواها، وقفت صاحبة العمر الجليل وسط ظلمة القلوب والليل، وبقوة إيمانها كسرت كل التماثيل، وصبحت التماثيل تحت رجليها. شافها رئيس الحرس راح للوالي يقول له عليها. ياه بقى كل ده يجرى منيها. ربنا قادر يحميها ويقبل توبتنا ويحمينا. يا بختك بحب المسيح يا كريستينا. يا كريستينا يا كريستينا يا كريستينا. بنتي بنتي انا تعمل كده يا مولاي؟ انا شفتها بعيني بس ما كنتش قادر اتكلم. ده برضه مهما كان بنت مولاي الوالي. انت عارف ايه اللي ممكن يحصل لك لو كنت بتكذب عليا؟ مفيش سبب يخليني اضحي بحياتي واضحك على مولاي الوالي. مستحيل مستحيل. دي مجرد طفله صغيره عمرها 10 سنين، ومن السهل ان يضحك عليها. لكن بوعدك يا مولاي اني مش هرتاح ولا يهدى لي بالي الا لما اعرف مين اللي ضحك عليها وخلاها تعمل ده. مستحيل مستحيل. مش ممكن اصدق، مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن تصدقه؟ انك ما كنتش عارفه انا وصلت المنصب ده ازاي. انا حبيبتي عارف ان هيكون لي اعباء. ايوه هيحاولوا يفرقوا بيني وبين بنتي. تقولي ايه بقى يا حبيبتي لما تعرفي انهم بيحاولوا يهموني انك دخلتي المعبد وحطمتي الاله العظيم؟
في الحقيقة يا والدي. لا 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 ما تقوليش أي حاجة. اطمني اطمني حبيبتي، أنا أعرف إزاي أوقفهم عند حدهم، هخليهم يدفعوا تمن كل كلمة قالوها عليك. أنا فعلا كنت في المعبد. ده أمر طبيعي يا حبيبتي، أنا عارف متأكد إنك عمرك ما اتأخرت عن زيارة المعبد المقدس. بس دي أول مرة أدخله بعد ما اتولدت من جديد. اتولدت من جديد؟ بقول إني وقفت قدام الآلهة المقدسة ولقيت نفسي واقفة قدام شوية حجارة لا بتسمع ولا بتفهم ولا بتنطق. ساعتها حسيت إني لازم أكسرها وادوس عليها برجلي. يعني الكلام اللي سمعته حقيقي؟ والآلهة بتاعتكم ما قدرتش تدافع عن نفسها قدام طفلة صغيرة، ده اللي كان لازم أفهمه من زمان. الإنسان مش ممكن يسجد لغير الإله الحقيقي رب المجد اللي خلقني وخلق. لا 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 لا، ده مش كلامك، مش كلام بنتي اللي ربيتها، بنتي اللي ربيتها ما تقولش الكلام ده. فعلا دي قوة الروح القدس اللي بتتكلم على لسان كل إنسان. لا لا لا، مش عايز اسمع، مش عايز اسمع، انا مش هرحمك حتى لو كنت بنتي. الرحمة من عند الرب وانت هتحتاج لها في يوم من الايام. هتتعذبي هتتعذبي، هوريلك العذاب اللي بيشوفه كل مسيحي. الرب عوني فلا اخي، ماذا يصنع بالانسان؟ انا خايف عليك، خايف عليك. انت مش خايف علي، انت خايف على ملكك اللي هيزول في يوم من الايام. يبقى انت اللي خاطي وانا بريء من دمك. حكيوتي ابشع منها، هتعذبي عذابات عمري ما هتتحمليها. لكن يا حبيبتي لو رجعت البخاري تاني الاليها هطلب منهم ان هم يسامحوك ويرضوا عنك وترجعي بنتي، بنتي زي زمان اكتر. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. لا الروح السجن، انسوا انها بنتي يا حرام. للرب يسوع بتمر بتجربة صعبة قوي، تجربة ألم وعذاب ومحتاجة لصلواتنا. تعالوا معايا نرفع إيدينا الرب المجد لأجل ما يتحنن عليها ويقف معاها. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عليا خشبة الصليب عني وأريد أن أرى وجهك يا ابني، صلبوك مع المجرمين. جناب الوالي ما كانش ممكن يصدق ان الافكار المسمومة اللي امنت بيه بنته يكون السبب فيها بنات قلوبها قاسية. قدروا يخدعوا بنت بريئة خلوها تخرج عن الايمان المقدس. احنا يسعدنا نكون سبب في هداية نفس ضالة لطريق الايمان. وانا كمان يسعدني في القبض عليكم ان يكون سبب في رضا الوالي عليا. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الاشرار. انت بتتكلمي عن الاشرار؟ الاشرار هم اللي بياخدوا الطفلة بريئة ملهاش اي ذنب وخلاها تخرج عن طوع ابوها اللي اداها اسمه ربها. كريستينا كانت لازم تدور على طريق النور وخلاص نفسها بإيمانها برب المجد يسوع وتبعد عن ابوها اللي عاوز يمشيها في طريق الهلاك. التطاول على جناب الوالي ملوش غير حل واحد، اموت عليهم. لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح فذاك افضل جدا. Oh,
بنتك مجرد ضحية. كان لازم تقاوم. الذنب مش عليها، ذنب اللي مشوها في طريق الشر. كان لازم تقول لا. البنت طفلة بريئة. بنتي هتكون عبرة لكل اللي يخرج عن طوع الألم. الشعب هينزل لها ناظر عاطف ويطلب لها الرحمة. فعلا الشعب هيطلب من مولاي الرحمة لبنته. لا لا لا، الرحمة ضعف وانا عمري ما كنت ضعيف. حكمة ونطقت بيها يا مولاي، الرحمة ضعف. الوالي اللي يضحي ببنته من اجل رضا الالهة يبقى اعظم الولاء. والعظمة هي طريق الخلود. لكن ما دامناش ان انا اذا نحاول معاها مرة تانية دي مهما كان بنتي. ارحمي ارحمي نفسك. حياة الأرض هتنتهي في يوم، لكن حياتنا في الملكوت هتفضل لها في الدهر. عزم انت بتجيب الكلام ده منين؟ عرفتي منين؟ اتعلمتي منين؟ مين العالم؟ مشيته جسمها بالمخالب الحديد. لكن مولاي ده جسمها ضعيف، واللي بتطلبه ده امر بالاعدام. نفذ اللي بقولك عليه. واما اشوف، اما اشوف هتقدري تتحملي العذابات دي قد ايه يا بنت إربانوس. ليه يا بشر جت عذاب كتير. ضربوها، عذبوها، قطعوها، حتى المشاط الحديد حطوها في جسمها وغرسوها والدم ساد والبنية بتتقلب. وكيف هتقدر تتحمل يا ابوي؟ داجت المر يا ولدها وهي ما جت دي. المر سواع يا ولاد هيبقى في طعم الشهد. كيف يا عم حنا المر يبقى حلو؟ برغم الألم يا بنتي كريستينا حست بسرور. فسر يا عم حنا المعنى مبتور. ايه يفرح اكتر من زهور ام النور؟ شفتها لبنية بكت من الفرح وعد عليها النوح، لمستها العذرة بحنان ومسحت كل الجروح. ام النور يا فرحة قلب البنية. يا بختك يا كريستينا بأم العذرة. شفتها بعينيها يا خال. شفتها بالعين والقلب والروح. جناب الوالي، احنا لازم نعترف ان في قوة غريبة دايما بتقف مع بنتك وبتمنع عنها اي عذاب. بلاش كلام فارغ. القوة اللي انت بتتكلم عنها دي هي قوة الآلهة المقدسة اللي بتحاول ترجع بنتي عن طريق الضلال. كل اثار التعذيب اختفت من جسمها. من الواضح اللي احنا بنعمله ده ملوش اي فايدة. بلاش كلام فاضي.
سيبوني لوحدي سيبوني لوحدي. انا مع اول نور للفجر الجديد هبتدي معاها الطريق اللي مشيت فيه كل مسيحي بيكفر بالآلهة المقدسة. انا عملت ايه عشان ده مزاجي يا نظري؟ طول عمري برفع البخور وقدم الذبائح للآلهة المقدسة عشان تفعلي وتحافظ عليا وعلى بنتي، لكن اتباع المصلوب يحاول يخطفوا بنتي بحضن الآلهة. الآلهة لازم توقف معايا، لازم تصب عليهم لعنتها علشان يعرفوا ان هو كبير الآلهة المقدسة ابو اللون العظيم. عهد علي ايها الاله المقدس ابو اللون العظيم اعيش بفضل من عمري احرق اتباع المصلوب في كل مكان لغايه ما معيهم من الموت. واذا كانت كريستينا خالت انطوان الآلهة المقدسة مش هتخرج بيها شكل رحمه حسب يا انها كانت فيهم الى بنتي. الرحمه خلاص ما عندهاش مكان. امر الوالي وقال اجلدوها ومن غير شفقه ولا رحمه اربطوها. نزلت ضربات الالم على جسمها النحيل، زادت عليها القسوه وصبح الجسم عليل. كل ضربه كانت بتعلم على جسمها ومعاها الدم يسيل. أبدي أعجابي بقوتك وقدرتك على التحمل. شايف بنتك الوحيدة بتضيع منك ومع ذلك بتتحمل وبتضحي بيها من أجل الآلهة المقدسة. سيبني سيبني دلوقتي، سيبني لوحدي دلوقتي، سيبني لوحدي، عايز أبقى لوحدي، عايز أبقى لوحدي. أنا هسيبك يا مولاي، بس قبل ما أسيبك عايز أقول لك على حاجة مهمة. إن التاريخ هيكتب بحروف من ذهب عن الوالي إربانوس اللي ضحى بأعز ما يملك من أجل الآلهة المقدسة. سيبني قلتلك سيبني. الحقيقة مولاي انا طول مدة خدمتي معاك ما شفتش ايمان بالشكل ده. مولاي انت مثل حي للايمان القوي. مولاي انت ابعد عني ابعد عني، سيبوني لوحدي سيبوني كلكم. إيمانها كان جامد ومتين، والفرع المغروس في التربة الأصيلة عمره ما يميل. وكريستينا يا أولاد ك...
كانت من فرع أصيل. وفي وسط ظلام الليل شافت نور عظيم، يسوع حن عليها وظهر بمجده قدام عينيها. اختفت الجروح وعيون الخلق عليها. رفعت كريستينا راسها للمتسبح للإله اللي حميه. رجع المستشار زي المجنون للوالي يكذب الظنون. انتوا اكيد بتضحكوا عليا، اكيد بتخدعوني. حد فيكم يتكلم؟ حد فيكم يتكلم؟ يعني ايه لسه عايشه؟ فهموني يعني ايه لسه عايشه. لو مش مصدقنا ممكن تتاكد بنفسك. أبوها الظالم بالرغم من حبه ليه كان قلبه زي الحجر، محنش عليها. نام الظالم يحلم بيها ويتمنى يوم يخلص منيها. والليل عدى وفات، والعمر يا ولداه عدى معاه، والوالي إربانوس أبو القديسة مات وخد شر وياه. أبوها مات؟ أيوة يا ولدي، حكم الموت ملوش معاد. وايه حصل عاد؟ خرجت لبنية من السجن، وزعت كل المال على الفجرة والمساكين، واللي كان مديون سددت عنه الديون، وما كانتش دريانة بان العرش قعد عليه والي جديد، واسم الوالي كان ديون. يعني البنت هي السبب في موت ابوها، رمت نفسها في حضن المصلوب، زعل، حزن، مات. تفتكر اتباع المصلوب فعلا خطر على الامبراطوريه؟ مولاي، اتباع المصلوب انتشروا في مدينه طور، ومش بس كده، ده في كل اقليم توسكانا. ودلوقتي مولاي جنبك اصبحت والي البلاد، وانا متأكد يا مولاي انك هتخلصنا منهم. إربانوس كان من اعظم الولاة، لكن للأسف إربانوس من كتر حسرته على بنته اتعجل في موته. كان كل أماله ان يرجعها للإيمان المقدس ويخلي الآلهة ترضى عنها، وابتدى في تعذيبها، لكن للأسف كل مرة تتعذب تبقى أقوى من الأول. فعلا يا مولاي، أقوى من الأول. معقولة؟ هي فين دلوقتي؟ من بعد موت الوالي ما كانش في حاجة قدامنا نعملها غير ان نخرجها من السجن. نعم، كان مبروك تعدموها تخرجوها من السجن. بس
احسن، انا ما عنديش امر صريح لادمها. امر وحال نفس فورا. البنت دي لازم اشوفها دلوقتي. فاكر موت الوالد هيخليكي تندم، لكن باين سحر المسيحيين اثر فيكي خلاكي مش فاهمه ومش عارفه ان الالهه هما اللي ورا موت الوالد، يعني انت السبب. كنت اتمنى ان يموت على اسم المسيح، لكن حياته انتهت قبل ما يحس بنور الايمان المقدس. هديكي فرصه اخيره علشان تراجعي نفسك قبل ما تبتدي. حته الالم. خلاص خلاص، تعالي تعالي اسجدي قدام الالهه العظيمه وانا خلاص هنسى كل اللي قلتيه وهبتدي معاكي من جديد. تعالي. مهمهاش الوالي ورجالته، وراحت ناحية التمثال وقالت محال حد يزعزع حب المسيح جواي. بصت للتمثال بنظرة عين تتحداه، صرخ عدو الخير من جواه ووقع التمثال قدام الوالي واللي معاه. عندهم دراية بفهم السحر. لكن انت كنتش متأكد ان طفلة زيك في السن ده وعندك كل السحر ده والقسوة دي؟ هي تعبانة شوية محتاجة تستريح، خدوها نايموها على سرير الراحة، نفوها كويس وإيده نار. ونيموها على سرير حديد وخلوا النار من تحتيها تجيد، يمكن تحس بالعذاب وترجع للآلهة من جديد. قدرت تتحمل النار؟ قدرت يا بت عليها، وقعدت وسطيها 3 أيام بلياليها. مهما تعالي أقولك القلب كله حيما وشوف، مهما تعالي أقولك القلب كله حيما وشوف، طعم المسيح لبسه يدوم، طعم المسيح لبسه يدوم. النار مش هتأثر فيه، عارفة ليه؟
عشان ربنا كان وسط النار حميه كيف ما حمى التلات فتيان. كمل يا خال قول كمان. بعد اللي اتقال واللي كان مات الوالد يون عليل وتولى الحكم يوليانوس اللي داقت معاه العذاب والويل. قال الوالي نبتدي من جديد وننسى كل اللي فات، ارموها ارموها في بير غويت. وكان البير مليان حشرات، سابوها جواه تلات ايام تحارب، هربت من قدامها الحشرات والتعابين والعقارب. اسلاحه كان صلاة وتسبيح تشكر رب المجد يسوع المسيح. ولما عدت الايام وراحوا يفتحوا البير لقوها راكعة بنور عظيم بتصلي والملائكة بتسبح حواليها. ما كفاية اللي عملوا فيها؟ هم ما عندهمش قلب ولا ايه؟ الشر حباله طويلة يا ولدي. امال تقول ايه لو عرفت ان بعد اللي صابها قطعوا لسانها؟ بس بقوة المسيح وقفت كريستينا تسبح اللي خلقها وتلعن الشر، وبسببها دخل الإيمان ألوف من البشر مجدوا الإله الواحد يسوع الفادي. وأذن الرب بالنهاية يا أولادي، سهم ظالم اترشق في قلب الشهيدة وهي للملكوت بتنادي. وماتت كريستينا يا خال؟ الموت للجسد يا بنتي، لكن الروح صعدت بمجد عظيم. كريستينا يا أولاد نالت الكليل. الشهيد الأنبا ببنوضة الدندراوي، الأب عبد المسيح الحبشي. تركبوا فيلم القديسة سيئودورا.